ليوناردو دي كابريو الباتشينو وبراد بيت. صداع من كتر العظمة. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده سيفلر رياكشن على هوم سينما، والتريلر اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم وانس ابون ا تايم ان هوليوود. نزل اخيرا الاوفيشال تريلر بتاعه امبارح، وطبعا ما كانش عندي وقت ان انا اقدر اصوره غير النهارده، لان امبارح كنت فعلا بجد كنت مشغول جدا بمسلسلات رمضان والسكريبتات وكده. فهصور الحلقه دي دلوقتي بتاعت وانس ابون ا تايم ان هوليوود، وبعديها ان شاء الله هصور الحلقه بتاعت حمله فرعون. فالتريلر برضو بتاع حمله فرعون الاثنين ان شاء الله هينزلوا ورا بعض. شفنا طبعا التيزر الاولاني بتاع فيلم وانس ابون ا تايم ان هوليوود، كان بجد كان حلو، وطبعا متحمس جدا للفيلم ده لان سمعت ان هو اخد اراء جامده جدا من نقاد في مهرجان كان، والريتنج بتاعه لحد دلوقتي على روتين توميتو هو 91%، والريتنج بتاعه دلوقتي على اي ام دي بي 9.8. بس طبعا مش ده التقييم النهائي للفيلم، اكيد بعد كده واحده واحده هينزل يعني. طبعا كالعاده ما اتفرجتش على التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Oh, the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Damn you Nazi bastards! Got you down. You're feeling bad, bad, racial. I heard you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that. Line? Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Okay, جماعة، الفيلم شكله هيبقى حلو جدا. التريلر بجد مشجعة جدا ان الواحد يتفرج عليه بجد. طبعا القصة زي ما احنا كنا قايلينها قبل كده في التيزر، ان هو ليوناردو دي كابري هو ممثل، وبراد بيت هو الستاند دبل بتاعه. هو من الاخر يعني دي كابري بيحاول ان هو يشق طريقه في هوليوود وكده، ومارجو روبي برضو بتشاركهم في العمل، والظاهر تقريبا الباتشينو هو ممثل قدير، فبيشرح له يعني الدنيا هتبقى عامله ازاي يعني بعد كده، ان هو معجب بافلام دي كابريو وكده. فيلم حلو جدا، فيلم حلو جدا. طبعا هيبقى فيه ريفرنسز كتيره جدا لافلام كوينتين تارانتينو، زي ما شفنا برضو في الاعلان كان فيه ريفرنس بتاع انجلوريوس باستردز، وحته الرقص دي تقريبا هيبقى فيه اللي هو نفس الريفرنس بتاع فيلم بالب فيكشن اللي كان برضو من كتابه واخراج كوينتين تارانتينو. بطوله طبعا مشرفه جدا ليوناردو دي كابريو وبراد بيت والباتشينو ومارجو روبي، وفي طبعا تيم روث كمان بس ما كانش موجود في الاعلان. تيم روث ده مشهور ان هو بيمثل دايما مع كوينتين تارانتينو، وفي كمان لوك باري. لوك باري ده الممثل اللي كان مات ما فيش من كام شهر كده، متوفى من كام شهر، ده اخر فيلم ليه. في كمان داكوتا فانينج، وفي كمان كيرت راسل. تقريبا كيرت راسل طلع ضيف شرف يعني في الفيلم وكده، من تاليف ومن اخراج كوينتين تارانتينو. موعد عرض الفيلم هيبقى 26 يوليو 2019، وطبعا مترقبينه، ونسبة ترقبي طبعا للفيلم 10 من 10، ده بكل تأكيد. ده كان آخر فيلم اللي كان عامله، آخر فيلم تقريبا كان عامله ليوناردو دي كابريو كان فيلم ذا ريفننت اللي حصل عليه جائزة الأوسكار كأحسن ممثل. وتقريبا على ما أظن يعني في وجهة نظري الشخصي، حاسس إن الفيلم ده هيبقى ليه نصيب في الأوسكارز من ناحية الإخراج ومن ناحية الكتابة. من ناحية التمثيل مش عارف لسه لما نشوف الفيلم، بس تقريبا دي كابريو ممكن يترشح كأحسن ممثل يعني. بس ما عنديش انطباعات تانية للفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وان شاء الله تريلر رياكشن بتاع حمله فرعون هينزل بعد الفيديو ده، واشوفكم فيديوهات تانية قريب. باي باي.